طيب دكتور مجدي عيدروس صاحب العقار المنهار. يا دكتور مجدي اهلا بيك والبقيه في حياتك ربنا يصبرك. مشاكلنا يا وائل بيه، انا دكتور مجدي عبد الحميد عيدروس، استاذ مخ واعصاب جامعه الزقازيق. الاول انا بشكرك وبتقبل العزاء منك ومن اسره دريم بالكامل. الاول حضرتك، انا بستعجب على الكلام اللي قاله سياده الوزير النهارده ان في دور زياده. الدور ده حضرتك من 10 سنين وداخل في المرافق كامله. ما انا هجيب كلام الوزير عشان كده عايز. طب يعني حتى لو في انا مندهش، هو الوزير جاي النهارده بقول لكم انه انتوا عندكم دور زياده مخالف؟ يعني انا حضرتك الدور ده من 10 سنين واخد براءه. البراءه دي ما بتاخدش لما يجي خبر وداخل له المرافق من 10 سنين وداخل فيه المرافق كامله. وبيعفوا المقاول النهارده، عندنا المقاول اسمه محمد سراوي، دي شغلته، بيجي مع صاحب الملك ياخد الارض ويعمل فيها عامل في نفس الشارع 12 دور و13 دور، ويعمل عامل التصريح ثلاث التصريح اربع ادوار، المفروض يحفر 3 متر، حافظ زرع 10 متر ومفيش خوازيق ولا، وغرقوا الميه ونزلوا الناس قالوا له العماره بتنهد، العماره بتزقف، ما وقفش. قسما بالله هذا حدث يا البيت، قسما بالله هذا حدث من بوق الناس. طيب خليك معايا اما اجيب نجيب يا جماعه، خليك معايا يا دكتور مجدي. هنشوف هجوم الاهالي، احنا طبعا عندنا الصوره مباشر يا وائل بيه. يا وائل بيه، بس هقول لحضرتك حاجه. انا النهارده سياده المحافظ معايا من 8 الصبح. سياده المحافظ انا اول مره اشوفه من امبارح والنهارده من 8 صباحا، والله اول مره اتقابل معاه من 8. واحل الاداره الهندسيه بالكامل للنيابه العامه واوقفهم عن العمل 3 شهور. قسما بالله اول مره اتقابل معاه وما اعرفه بصفتي الوظيفيه. وانا سمعت سياده الوزير قال ان لهم اخ ذو حيثيه علميه. قسما بالله سياده المحافظ ما تقابلت معاه قبل كده، لاول مره اتقابل معاه، وبشكره هو ومدير الامن، وما زالوا معايا في هذه اللحظه قاعدين معايا. سياده مدير الامن قاعد وسياده المحافظ. انت عندك مين من الوفيات يا دكتور مجدي في ال انا عندي الوفيات يا فندم، الثلاثة نجاهم الله، وثلاثة وفيات وستة تحت الأنقاض، كلنا عيلة واحدة. اللي موجودين كلهم ولاد أخويا ولاد أختي، أنا عمهم، أنا مقيم في الزقازيق، ولادي في الزقازيق، إنما اللي هنا ولاد أخويا ولاد أختي. ليا أخت توفى عنها 3 بنات، أنا دفنت من غير ما أعرفها يا وائل بيه. اللي أنا بطلبه يا وائل بيه العدالة الناجزة، العدالة الناجزة، ده اللي أنا طلبي. أنا سيادة المحافظ صرف ليا تعويض أنا مش عايزه، أنا هتبرع بيه للمحافظة. وانا قلت لسياده المحافظ انا هتبرع بيه للمحافظ، انا مش عاوز لا مساكن ايواء، العماره كلها وقفت، ودي كانت بيت اخواتي، الحمد لله احنا مستوره وميسره. انما طيب خليك معايا يا دكتور مجدي عشان هنشوف التقرير اللي احنا صورناه لحظه ذهاب الوزير.